الأول نقول صباح الخير عليكم جميعا. وكلنا شغالين في مستشفى هنا ولا في بعض من خارج المستشفى؟ كلنا في المستشفى. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة ده موضوع المفروض يعني أغلب الناس عارفة أغلبه. في بعض رتوش كده بتتحط عشان خاطر برضو ما تضيعش مننا حالة سكيزوفرينيا. وهي المسألة مش صعبة، بس لو عملت أخذت الهيستوري صح زي ما هنشوف كده وعملت الفحص كويس عادة ما بتضيعش مني أبدا حالة أو ما بشخصهاش غلط. الأول نسأل سؤالين كده نشوف بعض المعلومات عند الناس. مين أول واحد طلع لفظ أو الترم بتاع سكيزوفرينيا؟ لو حد مننا يعرف. مفيش حد عارف. طيب سؤال تاني أصعب، هل لفظ ديمنشيا جه قبل سكيزوفرينيا ولا لفظ سكيزوفرينيا جه قبل ديمنشيا؟ ايه اللي جه الاول؟ ديمنشيا. صح الكلام ده مظبوط. طيب وسؤال كمان برضو نشوف المعلومات. في حاجه اسمها نيجاتيف سيمبتومز اوف سكيزوفرينيا، هل النيجاتيف سيمبتومز دي كان بي كونسيدرد ان ذا استيميشن اوف ذا اكتيف فيز سيمبتومز اور نوت؟ في حاجه اسمها اكتيف فيز سيمبتومز هنعرفها برضو من مع الشرح يعني. ماشي هنبدا. اول واحد اتكلم عن الاسكيزوفرينيا اسمه، بس ما سمهاش اسكيزوفرينيا، اسمه ايميل كريبلين. وكان زمان بيجي في الامتحانات كريبلينيان ثيوري، تيجي كلمة كريبلينيان ثيوري، هما الكلمتين دول. الراجل ده كان بيشوف حالات كتير زي حالاتكم كده، فلقى بعض الناس عندهم أعراض بتاعت شيخوخة، بتاعت ما يسمى بالديمنشيا اللي هي بتحصل في كبار السن، بس لقاها في شباب صغير، اللي هي الكوجنيتيف فانكشنز مش مظبوطه، السلوكيات مش مظبوطه، البيهيفير بتاعهم مش مظبوط، المشاعر بتاعتهم برضو الايموشنز مش مظبوطه، بس لقاها في شباب صغير فسماها ايه؟ ديمنشيا بريكوكس. بريكوكس يعني المبكره، يعني عته الشيخوخه في غير الشيوخ، لقاها في شباب صغير. early cognitive process يعني disturbance في الكوجنيتيف فانكشنز وكمان في البيهيفيرز والايموشنز. وفي بعض المرضى كانوا شبه بالظبط الحالات اللي هي البريودك اللي بنشوفها، اللي بيسموها مانيك، كانوا بيسموها زمان مانيك ديبريسيف سايكوزس، وهي مش سايكوزس الحقيقه، هي يعني هي مود ديس اوردر، بعد كده يعني نقحوها قالوا مود ديس اوردر مانيك ديبريسيف. دي كانت بريودك، غير الجماعة اللي بتوع الديمنشيا بريكوكس دول بريودك، وساعات يبقى مانيا وساعات يبقى ديبريشن وهكذا. ولقى بعض الحالات برضو فيها هي از فانكشنينج ويل في السوسايتي، ولكن عنده بعض الضلالات اللي عايش بيها، سواء ضلالات اضطهادية أو ضلالات عظمة، لكن متعايش، غير بتاع الديمنشيا، غير بتاع المانيك ديبريسيف، سماها بارانويا. والبارانويا هو جنون الارتياب او جنون العظمه مثلا، كان بيسمى زمان كده الترجمه بتاعته. فده دي السير بتاعته فيما يخص هذا، طبعا له سيرز كتيره في حاجات تانية كتير، لكن فيما يخص الموضوع السايكوزس ده السير بتاعته. جه بعد منه واحد قال طب ما نخلي تقريبا معاصر له في 1800 وشوية كده في الأواخر، لكن قال طب ما ندي اسم لحالات الديمنشيا بريكوكس دي ونسميها سكيزوفرينيا. جاب المقطعين سكيزو
سكيزوفرينيا. هو اول واحد اسمه يوجين بلولر، وكانت تيجي برضو السؤال كده في الامتحان بلوليريان ثيري، كريبلينيان ثيري، بلوليريان ثيري، وحضرتك تكتب الكلمتين دول تاخد الدرجه. هو اول واحد قال لفظ سكيزوفرينيا، يعني سكيزم بتوين، تناقض ما بين ثوت والايموشنز والبيهيفير. والله يرحمه الدكتور عمر الجارم على ايامنا زمان، كان راسم المايند بتاع النورمال بيرسون عباره عن ثلاث دوائر كده متداخلين مع بعضهم الثلاثه، الكوجنيشن البيهيفير الايموشنز، يعني زي شود جو ان هارموني وذ ايتش اذر مع اي انسان عادي طبيعي. المايند بتاعه لازم يبقى بالشكل ده، اللي هو الكوجنيتيف فانكشنز ماشيه مع السلوكيات، ماشيه مع الايموشنز. فصاحبنا قال بقى التناقض او انشقاق هذه، تباعد هذه الدوائر عن بعضها، سبليتنج، يعني حصل سبليتنج اوف ذا مايند، كان هو سبليت مايند كمان. وراح مطلع على الحالات بتاع الاسكيزوفرينيا بالذات أربعة إيز، ذا فور إيز أوف بلولر، يوجين بلولر، أسوسيشنال ديستربنس بنشوفها دلوقتي بنقول عليها إيه؟ إنكوهرنت سبيتش مثلا، في عدم ترابط ما بين أفكار الشخص المصاب بمرض الاسكيزوفرينيا، هو أطلق عليه بقى اسكيزوفرينيا خلاص. والافكتيف ديستربنس زي ما بنشوفها برضو كونستريكتد افكت بتاع الاسكيزوفرينيا بنشوفها دلوقتي، قال عليها برضو كده افكتيف ديستربنس ايه وايه اهي. وبعدين حاجتين برضو يبداوا بحرف الايه اللي هو الامبيفالنس. كلمه امبيفالنس حد يعرف؟ لا هو عدم التاكد من المشاعر، يعني عدم معرفه. تتكلم انهيدونيا؟ لا لا تتكلم على انهيدونيا انت. انهيدونيا اللي هي عدم القدره على ان تعبير عن الانهيدونيا. امبيفالنس يعني التناقض في الفكرتين مع بعض، عكس بعض تماما. امبيفالنس سواء تناقض ده في فكر او تناقض في مكان، يعني انا موجود هنا دلوقتي وموجود تحت الارض في نفس الوقت، اثنين لا ينطبقا، يعني انا حي وميت في نفس الوقت. الفكره عنده كده، او زمانا او مكانا، انا هنا وفيه، انا برضو موجود في اليابان. ده اسمه امبيفالنس بصوره مبسطه يعني. وكلمة اوتيزم هنا اللي هي الايه الرابعة، يبقى اسوسيشنال ديستربنس، افكتيف ديستربنس، وامبيفالنس، واوتيزم. الاوتيزم احنا بندرسه دلوقتي على اساس الطفل الصغير اللي عنده عدم القدرة على التواصل الطبيعي مع امور الحياة العادية، وبينشأ ويتطور بنفس النظام. كلمة اوتيزم هنا كان يقصد بيها ان هذا الشخص عنده اوتو، يعني ذاتي، عنده فكر ذاتي خاص بيه هو، لا يخضع لعرف ولا يخضع لمنطق، خاص بيه هو، عامله هو. وده ينطبق برضو على مريض الفصام اللي عندنا دلوقتي مع اختلاف المسميات دي. ده اسمه يوجين بلولر، وده كان برضو بيجي على البلوليريان ثيوري. وممكن جدا حد وانتوا بتمتحنوا، اللي بيمتحن منكم يتسأل، لان هيسأله واحد كبير مثلا زي حالاتي، او يعني واحد عايز يغلس عليه، يقوم يجيب له بقى من الماضي السحيق. ده الماضي السحيق، في بقى كذا سيستم كده عمله نظام لتشخيص مرض الفصام، مش هيهمنا منهم غير اللي هنذكره هنا، لكن يعني هيستوريكالي
كيرت شنايدر اللي برضو بيجي في الامتحانات كتير، شنايديريان فيرست رانك سيمتومز، شنايديريان سكند رانك سيمتومز اوف دايجنوست اوف سكيزوفرينيا. ممكن يسألك، ممكن يجي لك سؤال ريتن ونعرف الراجل ده قال ايه. وبعدين جابرييل لانجفيلد، مش مهم ده عندنا، او نيو هيفن فليكسيبل ريسيرش دايجنوستيك، مش مهمين دول، سانت لويس تايلور، دول حاجات هيستوريكال. كل واحد عمل، كل سيستم من دول عمل نظام للتشخيص، يكادوا كلهم يقتربوا من بعض مع اختلافات بسيطه. بريزنت ستيت اكزامينيشن، تاسوانج اند وينكور، وبعدين الدي اس ام 4 والدي اس ام 5. انا هناخد منهم الشنايدر مثلا عشان ده مهم، وهناخد الدي اس ام 4 والدي اس ام 5 ونتكلم عليهم، دول اللي يعني متروكين حاليا. وعلى بال ما انتوا تاخدوا درجه اخصائي هيبقى تكون طالع دي اس ام 6 مثلا. التغيير بيبقى بسيط، الفصام هو الفصام من اول بلولر وكريبلن لحد 100 سنه قدام، لكن التغيير بيبقى تغييرات بسيطه يعني في التشخيص. ناخد شنايدر اللي هي شنايديريان فيرست رانك سيمتومز، اوديبل ثوتس. اوديبل لمين؟ ثوتس يعني افكار، افكاري يا اما انا بسمعها، انا نفسي بسمعها، او الناس بتسمعها، غير صوت withdrawal مسحوبه من عقلي، غير كلمه صوت withdrawal. اوديبل ثوتس دي صوت يسمع، افكاري بحس انها بتتذاع في الناس، والناس بتسمعها او انا بسمعها. مش لو الناس بتسمعها تبقى برودكاستنج، لكن برودكاستنج مش شرط هو يسمعها بقى، وهي بتتذاع. انما كلمه اوديبل يقصد بها اساسا هو بيسمعها، لكن من ممكن بعض الناس كمان تسمعها، حتى هو سمعها وقال لي ان هو سمعها. هتلاقوا برضو في السمع فويسز، فويسز arguing، arguing يا اما معاه او مع بعض، اتنين هنقولها second او third voice hallucinations. دي voices يعني هلاوس سمعيه في مجال البرسبشن. البرسبشن يعني الادراك، ويقصد من الادراك الحسي بالحواس الخمسه، اكثرهم شيوعا هي الايه؟ السمع الاوديتوري. يعني ايه برسبشن؟ اللي ذكروا شويه سايكولوجي لسه، جوهري لسه شويه. الادراك، لا عايز تعريف بقى. هو ادراك حسي على كل حال، لان في احنا بنكتب دايما في المينتال ستيت اكزامينيشن المريض مدرك للزمان والمكان والاشخاص. مش هو ده البرسبشن، ولو ان البرسبشن داخل فيه، لكن كلمه برسبشن يعني اعطاء اي ستيمولس يجيني عن طريق الحواس بتاعتي كلها، سواء السمع او البصر او التذوق او الاحساس الخارجي او الشم، اي ستيمولس اعطيه معنى، مينينج. المينينج ده مرتبط بايه؟ بما اكتسبته من خبرات في حياتي السابقه. يعني لما شفت مثلا شمعه وفيها ايه مضاءه كده، يبقى ده حاجه جاتني عن طريق البصر، ستيمولس عن طريق البصر، قلت عليها ايه؟ شمعه. لان انا عرفت بعد كده من زمان ان البتاع البيضه دي اللي طالع منها البتاع الصفرة دي ديت قيل عليها شمعه، وبالتالي هقوم ادركها على انها شمعه. لو ادركتها على انها حاجه تانية يبقى ده ادراك خاطئ.
ده كلمة perception يعني بصفة عامة. فاضطرابات ال perception هنا الvoices arguing أو discussing or both أو voices commenting افعل كذا ولا تفعل كذا. وأحيانا بيبقى commenting أو sorry commanding تأمر بتأمره إنه يفعل أشياء. commenting يعني بتعلق، شوف ده راح الحمام، ده لبس، شوف 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 مش عارف ايه، بتكومنت على افعاله. كوماندنج بتأمره افعل كذا، واحيانا بيستجيب للفعل. سوماتيك باسيفيتي اكسبيرينسز اشياء جسديه عاده بتبقى ضلالات شاذه، انا عايش من غير كبد، انا الكلى بتاعتي اتشالت اتاخدت. باسيفيتي امور مسلوبه منه، وبتبقى على عاده بنسميها بيزار ديليوجنز، من ضمن البيزار ديليوجنز يعني. الصوت والذروه اللي الدكتور قال عليها ان افكاري بتنسحب مني، والصوت انفلونس في افكار بتتزرع في دماغي بتاثر عليا او بتتسحب من عقلي والناس بيستعملوها مثلا. والصوت والبرودكاستنج اللي قال عليه الدكتور اقول قصدي delusional perception، كل دي اعراض فيرست رانك يعني من الاهميه بمكان بالنسبه لشنايدر، ان هي دي فيرست رانك. كلمه delusional perception واخده الكلمتين ضلاله وايه ادراك. الضلاله دي فكره غير حقيقيه يعيشها المريض ويعتنقها، ولا يجوز ابدا لاي شخص انه يهزها او يغيرها بالمنطق او بالعرف او باي اسلوب لكلمه ضلاله. لكن برسبشن هنا ادراك طبيعي، ادراك. طب كلمه ادراك زي ما قلنا حاجه حسيه، يعني الحس باع اشوف او اسمع او اشم. شفت السحاب، السحاب معدي كده، ده نورمال بيرسبشن صح؟ لكن ده رايح ده رايح في الحته الفلانيه عشان فلان قاعد عايز هيضل هيجيب له ضل، وابتدي يفكر انه يؤذيني ازاي. يعني السحاب ده اللي انا شايفه ده اللي ماشي ده هيرتبط بضلاله فكريه نورمال بيرسبشن، ولكنه مرتبط باضطراب في تفسيره خاطئ. All other experiences زي الفوليشن والميد افكت والميد امبلس، مش مهم قوي الامور الاخيره دي. السكند رانك يعني هي ممكن تبقى موجوده، الفيرست رانك عاده تبقى باثوجنومونيك ودايجنوستيك. other disorders of perception احنا قلنا الاضطرابات الادراك الحسي دي الاولانيه كانت فيها حاجات واضحه commenting وarguing وكده voices. يعني other disorders of perception من الممكن يبقى فيها مثلا التاويل الخاطئ اللي هو بيسموه illusion، لا disorder of perception يعني اشوف ستيمولس ولكن أأوله بمعنى آخر غير اللي أنا شايفه. الحبل والتعبان، فكرة الحبل والتعبان هتلاقوا بقى حاجات على هذه الشاكلة ممكن تبقى illusion يعني. أو ممكن أذر يقصد أذر disturbance of perception يعني في الشم، في الإحساس السوماتيك ده أو الفيجوال. عادة الحاجات دي بتبقى قريبة من الأورجانيك اللي غير الأوديتري الواضح قوي، الشم والفيجوال قريبين، وخصوصا الشم بيبقى قريب من الأورجانيك أكتر، أورجانيك سايكوزيس يعني. بيربليكستي يعني إيه بيربليكستي؟ بيربليكستي إيه اللي بيحصل لي ده؟ ها؟
في حاجة غريبة، أنا مش مرتاح، في حد عامل في حاجة، يعني حيرة، تحير فيما يحدث لي. ولذلك كان فرويد قال زمان أنه بيرتاح قوي لما السايكوزيس بيظهر، البربلكسيتي مثلا، واحد عنده أنكزايتي شديدة جدا، إيه اللي إيه أنا إيه القلق الفظيع اللي أنا فيه ده، وبعدين يكتشف ده اللي أنا فيه ده حيرة، اهي ده بسبب جاري بقى هو اللي بيعمل كذا وكذا وكذا، يبقى ده هو السبب، يوم يرتاح، لقى الحل في السايكوزس. ده كان فرويد اظن اللي كان قال كده، لقى الحل في السايكوزس. هتلاقي بقى ايه، ما عندوش بقى البربلكسيتي قوي، تروح البربلكسيتي بتبقى في الاوائل كده. لما يرتاح يبقى المشاعر بتاعته هتبقى ايه، ما فيهاش بقى القلق الشديد، ولذلك بيبقى كونستريكتد. نادر لما تلاقي مريض في سكيزوفرينيك فيه، هتلاقي حتى في الشيت كده الافكت بتاعه ايه، كونستريكتد، مش كده، اللي هي الفلات، الاباثيتك، التبلد، الضحله، الشالونس، كل دي حاجات كونستريكتد، ما فيهاش تفاعل، ضحله. وكذلك في المود برضو الافكت بتاعه، يا اما ممكن تلاقي معاه ديبريسيف، وساعات حالات بتتشخص ديبريشن فور ا لونج تايم وهي سكيزوفرينيك، ويكتشفوا بعد كده انها بقت سكيزوفرينيك. ممكن يبقى ديبريسيف وايفوريك، او ايفوريك مود تشينجز، فيلينج اوف ايموشنال امباورشمنت. يعني ايه امباورشمنت؟ يعني ايه بالبتوع الانجليزي؟ يعني فقر في المشاعر. هو بقى اللي حاسس ان انا عندي ما عنديش مشاعر يا دكتور، ممكن، او ما يقدرش يعبر عنها، اللي بيسموها انهيدونيا، اللي بتبقى في النيجاتيف سيمتومز، هنقول برضو الحاجات دي بعدين. And others, and several others. ال DSM-4 كانت عاملة جدول جميل قوي. و DSM-5 يعني عدلوا فيه حاجات بسيطة. DSM-4 قالوا ايه؟ لو انا حطيت كل الكريتيريا، عملوا 5 كريتيريا كده. Diagnostic criteria of schizophrenia. 5 أو 6 هنشوفهم دلوقتي. أول كريتيريا بيسموها كريتيريون A. كريتيريون A لازم يبقى موجود في كل المرضى المعرفينه بإيه؟ إن هذا الكريتيريون عبارة عن أكتيف فيز سيمتوم، يعني فيز، مرحلة مرضية يجب أن يمر بها المريض الفصامي، قد تصل إلى شهر، يعني أقل حاجة فيها شهر، إلا إذا تعالجت صح، يعني ممكن يبقى أسبوع. لو إيه لقيت إن الناس اللي جالهم ابن عنده سكيزوفرينيك أعراض شديدة جدا، ما استنوش الشهر عشان يروحوا للدكتور يقول لهم استنوا، اما يعدي شهر عشان نعرف اذا كان ده سكيزوفرينيك ولا غيره، لا، بيروح على طول للدكتور او المستشفى، بتاخد علاج سكسسفولي تريتد، يبقى اقل من شهر المده الزمنيه بتاعت الفيز دي. اوف ايه؟ يعني ايه اللي بيبقى في المده دي؟ 2 على الاقل من الخمسه سيمتومز دول. الخمسه سيمتومز دول اللي هنقولهم هم سيمتومز بتوع السايكوزس ان جنرال، سواء اورجانيك، سواء مود ومعاه سايكوزس ولا غيره، او ميديكال ومعاه سايكوزس. ده السايكوزس بيبقى في الخمسه دول تقريبا، 2 منهم على الاقل، ده بيقول الدي اس ام 4 على الاقل. وراح متحفظ قال بس في واحد لو في صفه معينه يبقى اتفضل يا دكتور.
لو في صفة معينة يبقى يكفي الواحد ده. اثنين من الخمس. أول واحد الضلالات، دايما احنا نقول ده ما هو ده في ضلالات كذا وهلاوس، أو ضلالات وبس، أو هلاوس وبس. الضلالات الفصامي مش معناه ضلالات وهلاوس بس، يعني ممكن ما يبقاش عنده لا ضلالات ولا هلاوس، لأن في لسه ثلاثة من الأعراض الكرايتيريا، مش الكرايتيريا، من الأكتف فيس، من السيمتومز، من الأعراض بتاعة الأكتف فيس. يبقى قلنا الضلالات أو الهلاوس، وده اللي تحفظ عليهم وقال لو الضلالات دي لها صفة معينة كده يبقى تكفي لوحدها، لوحدها كسيمتوم نقول عليه ده سكيزوفرينيك مع بقية الكرايتيريا بقى الباقي. ديليوجنز، يبقى ديليوجنز بعدها هالوسينيشن. الديليوجنز دي لو ضلالات شاذة، شاذة، يبقى ايه تكفي ان هي تبقى لوحدها. والهلاوس، الهلاوس عادة بتبقى سمعية، ممكن تبقى سمعية وبصرية، ممكن تبقى بصرية بس، لكن عادة بتبقى سمعية. لو رانينج كومنتري تكفي لوحدها. وفي كمان حاجة رانينج كومنتري تكفي لوحدها كسيمتوم للأكتف فيس سيمتوم اللي هي لمدة شهر على الأقل، أو أقل من شهر لو سكسسفل تريتد. ونضيف عليها كمان الثلاث أنواع التانيين من السيمتومز اللي هي إيه؟ ما يرتبط بالأفكت، فلات أور إن أبروبريت أفكت. فلات يعني ضحل، سطحي، مسطح المشاعر. Or inappropriate affect اللي هو disharmonic affect اللي له اسم تاني اسمه ايه؟ incongruent affect. ده لو موجود ومعاه بقى ضلالة او معهوش، وراح لازق في الكريتيريا في السيمتوم ده الاسوشيشنال ديستربنس بتاع بلولر، قال ايه؟ disorganized speech. وخلي بالكم عشان في disorganized ثانية لازم يبقى معاها كلمة اسمها gross. disorganized speech يعني كلمة disorganized، حضرتك لما تجيب سمكة وتحطها في الملح وتحطها في صندوق كده أو علبة وتقعدها كتير، ماذا يحدث في اللحم بتاعها؟ يتفسخ. يبقى disorganized speech يعني كلام متفسخ. وممكن بعد كده هتكتشف مع البراكتس ان any type of funny speech ده متفسخ، يعني كلمة ولذلك في مرض اسمه، واحد منهم اسمه فصام تفسخي، بس محدش بيكتبها عشان عيب، يعني تفسخي ايه دي؟ حد عارف تفسخي؟ متفسخ اللي بيبقى معاه disorganized speech ده، flat or inappropriate affect و disorganized speech. ده يبقى ثالث symptom صح. رابع symptom بقى gross، برضو disorganized بس gross، يجب ان يكون هذا symptom جسيم. gross disorganized behavior، وراح لازقين فيه or catatonia، لان الكاتاتونيا برضو سلوك، سلوكيات غريبة جدا، يعني تعتبر من ضمن الجروس ديس اورجنايز بس اور كاتاتونيا، يعني الاثنين قريبين من بعض. الجروس ديس اورجنايز بيهيفير يجب ان يكون جروس. ونيجي بقى لإجابة السؤال اللي انا كنت سألته، النيجاتيف سيمتومز ده خامس سيمتوم. نيجاتيف سيمتومز اوف سكيزوفرينيا دي بتبقى زي مثلا ايه؟ لحظة بقى. ايوه مروه انا في محاضرة دلوقتي. الو الو الو
اللي هي النيجاتيف سيمتومز. كلمه نيجاتيف مش ماشيه مع اكتف ولا ماشيه؟ نيجاتيف عكسها ايه؟ بوزيتيف. واكتف عكسها ايه؟ باسيف. ساعات الواحد يتلخبط بقى دي اكتف فيز احط فيها نيجاتيف سيمتومز. ايوه مروه السلام عليكم. انا في محاضره دلوقتي عشان كده بقفل عليك. لا انا في المعموره مش هشوف حالات دلوقتي، ما في عندي محاضره ان شاء الله باخدهم منك لما اروح وباجيهم يوم تاني. ماشي اوكي سلامت الله مع السلامه. ده المجلس ما بيعتقش يعني المجلس. وقلنا النيجاتيف سيمتومز اللي هي ايه؟ زي ايه نيجاتيف سيمتومز؟ واحد ايزوليتد سوشيالي مثلا، ما بيتكلمش، مشاعره كلها يعني سالب خالص، او انهيدونيك مش قادر حتى يعبر عن اللي جواه، مش عارف هو ايه. دي اسمها نيجاتيف سيمتومز. من الممكن النيجاتيف سيمتومز تبقى موجوده في الاكتيف فيس سيمتومز طبقا لما ذكر في الدايجنوستيك كرايتيريا اوف سكيزوفرينيا دي اس ام 4. ادي الاكتيف فيس سيمتومز ممكن تقعد شهر او اقل او سنين يعني يجي لك الاهل في اكتيف فيس سيمتومز مثلا، يعني عدى عليه الشهر وزياده خلاص راحوا بالمشايخ وراحوا في هنا وهنا وهنا وبس لسه لا يزال في الاعراض وما ادلوش علاج وما تحسنش وبيتدهور باستمرار، لا يزال في الاكتيف فيس سيمتومز. يجب ان يتوفر مع هذه الكرايتيريا اذر كرايتيريا ان المريض ده حصل له بسبب هذا التعب ديسفانكشن في امور حياته، سواء العلاقات ما بين الاشخاص الانتر بيرسونال ريليشن شيب او اكاديميك او اوكيوبيشنال. كل الامور دي لازم تحصل مع ده، يعني لو ما لقيتهاش لو ما لقيتش المريض ده معهوش الحاجات دي يبقى مش سكيزوفرينيا. يجب ان يكون مع هذه الاعراض اضطراب في الوظائف الحياتيه الاخرى. وبيقول لك لمده قد ايه؟ المده مهمه قوي عند الجماعه بتوع دي اس ام 4 وهكذا. مش اقل من ستة اشهر من هذا الديستربنس. لو اقل من ستة اشهر يبقى مش سكيزوفرينيك. امال يبقى ايه يا دكتور؟ يبقى حاجه ثانيه غير السكيزوفرينيك مثلا. بس انا بقول اقل من ستة شهور، يعني ممكن يبقى اسبوع. ممكن يبقى اسبوع مثلا. ايوه تمام مظبوط. الراجل ده انا متاكد ان هو سكيزوفرينيك بالاثنين دول بس او بالثلاثه دول بس؟ لا. I have to exclude some other causes of psychosis. Exclude other some other other causes زي الحالات العقليه برضو، زي المود ديس اوردر ومعاها psychotic features او معهوش. لازم اكسكلود اكسكلوجن كرايتيريا. اللي فوق دول كلهم انكلوجن كرايتيريا. ديليوجنال ديس اوردر لازم اي هاف تو اكسكلود. كل واحد ده له شكل. لذلك لما يجي سؤال مثلا في الامتحان يقول لك ديفرنشال دايجنوزس اوف سكيزوفرينيا، لازم تكتب على كل حاجه انت هتكتبها من الجدول ده ممكن تجيب، بس تذكر كل واحد بيبقى شكله ايه. سطرين ثلاثه كده. برضه الميديكال كوزز، في ميديكال كوزز كتير بتعمل سايكوزز اي هاف تو اكسكلود. وبقاله ست شهور وجاله اكتف فيز وكل حاجه بس ميديكال. تزامن المرض الباطني مع وجود هذه الاعراض. او ممكن يبقى ايه؟ دراج، يعني فيزيكال كوز او ميديكال كوز او دراج انديوزد سايكوزز، وخد برضه نفس كرايتيريا ولكن مرتبط زمنيا مع هذا التعاطي. لما ما عمالين نتكلم بس ما بنقلب لكمش. ادي الكرايتيريا ال 2 اور مور. هاي الكرايتيريون ايه؟ هالوسينيشنز
Delusions, disorganized speech, incoherence or frequent, grossly disorganized behavior or catatonia, ونيجاتيف سيمبتوم فلاتنينج اوف افيك الوجيا، يعني ما فيش لغه ما بيتكلمش، او افوليشن يعني ما عندوش اراده خالص. ولكن نلاحظ اونلي وان كرايتيريون اي سيمبتوم از ريكوايرد اف الديليوجن ار بيزار ويل هالوسينيشن كونسيست اوف فويسز كيبينج اب رانينج كومنتري اون ذا بيشنتس بيهافير اور ثوتس، او تو اور مور فويسز بيسموها سكند فويس هالوسينيشن. يا يكفي هذا الكرايتيريون ده بس. والديستربنس في الاوكيوبيشنال والسوشيال فانكشن for a significant portion of time since the onset of disturbance such as work, interpersonal relationships, self-care are markedly below the level achieved prior to the onset. هنا في الـ لو المريض بادئ من childhood، أي child should achieve a standardized level of behavior في مراحل معينة. لا هو بقى failure to achieve accepted levels of interpersonal, academic or occupational achievement ممكن يتقال على الطفل ده لو معاه برضو الactive phase symptoms والother criterion. The duration at least 6 months must include the 1 month of criterion A اللي هي الactive phase. It may include prodromal. على فكرة البرودرومال بتاع السكيزوفرينيا ممكن تقعد سنين، ممكن تقعد أسابيع شهور بس ممكن تقعد سنين. All residual symptoms دي اللي هي ال duration هي negative symptoms only or attenuated two or more criterion A symptoms ده في ال duration اللي هي 6 months غير الactive. I have to exclude schizoaffective, delusional disorder, mood disorders وهكذا. ويلاحظ if mood episodes have occurred during the active phase symptoms their total duration has been brief relative to the active and residual periods. يعني لو حصل في الactive phase symptoms اللي هي المدة شهر دي أعراض وجدانية في المود، يعني لازم يبقى عددهم اقل او مدتهم اقل من مما يحدث في التوتال ديوريشن، يعني لفتره وجيزه. يعني اكسكلود سبستانس اللي حضراتكم قلتوا انديوزد وجنرال ميديكال. وبعدين انا جات لي حاله في العياده طفل، ده الكلام ده اول امبارح، طفل كان عنده اوتيزم وتنوا بالاوتيزم ده لحد ما بقى عنده 30 سنه. راح جاي له على الاوتيزم سكيزوفرينيا. يبقى في الحاله دي ما شخصش سكيزوفرينيا، لازم سكيزوفرينيا اون توب اوف اوتيستيك ديس اوردر. يعني ريليشن شيب تو بريفيوس دي الرقم الكرايتيريون اف ده محطوط في الاخر خالص، يعني لو له علاقه بالبري previous developmental disorder اسمها previous pervasive developmental disorders if history of pervasive developmental disorder or autism زائد prominent delusion او hallucination I have to add the diagnosis على الايه على ده. في longitudinal course ده لازم يعدي على المريض سنة at least. ليه؟ لان من الممكن يحصل له remission، ده لونجتيون عشان يقول يبقى لازم يعدي على الاقل سنه. Only if one year elapsed since active phase symptoms. يا اما في السنه دي جاله episodic وانتر episodes residual symptoms ما بين الابيسودز، او continuous مستمر تدهوري كده لمده سنه، او single episode مش بيتدهور ولكنه مستمر in partial remission or in full remission في خلال هذه السنة. ده اسمه longitudinal course of schizophrenia. Symptoms of subtypes بنعرفها برضو من الactive phase symptoms. Subtypes of schizophrenia
اللي هو ايه بارانويد. البارانويد يبقى ضلالات وهلاوس، دي اسمها بوزيتيف سيمتوم، ضلالات او هلاوس ومعهاش حاجه واضحه قوي من الباقي، بس ممكن يبقى فيه من الباقي، من الباقي اللي هي ايه الخمسه الباقيين، ممكن يبقى فيه نيجاتيف سيمتوم لكن مش واضحه، زي ممكن يبقى فيه ديس اورجانيزد سبيتش لكن مش واضح زي البارانويد الضلالات والهلاوس. نو برومنت ديس اورجانيزد سبيتش اور فلات اور ان ابروبريت افكتيف بي لها ايج بريموربيد بيرسوناليتي، لها تبقى مختلفه شويه عن الديس اورجانيزد تايب وهكذا. وزي ما بيقول الايج والبريموربيد بيرسوناليتي والريجريشن بتاع هذا المريض والاجريشن ايه ساسبدي اللي جايب ساسبدي او سبستانس ابيوز جايز يس. الديس اورجانيزد جايه من اسمها كده، بناخدها من الاكتف فيس سيمتومز، السيمتومز بتاعه الديس اورجانيزد. عندنا حاجتين ديس اورجانيزد، ديس اورجانيزد سبيتش ومعاها فلات اور ان ابروبريت افكت، وده ممكن الاقيه من غير لا ضلاله ولا هلاوس ولا حاجه، بس كلينيك برضه، ولكنه ايه الواضح فيه البرومننت سيمتومز ديس اورجانيزد سبيتش وديس اورجانيزد بيهيفيرز. لازم احط كلمه، عاجبني قوي ان انا احط كلمه جروس ديس اورجانيزد بيهيفير. فلات اور ان ابروبريت افكت بيبقى معاهم عاده، بيبقى مع الديس اورجانيزد، بيبقى مع فلات اور ان ابروبريت. نو كرايتيريون اوف كاتاتونيا، الكاتاتونيا دي بتبقى سترايكنج قوي، الدكتور اللي بيعرف الدكتور اللي بيشوفها بيعرفها على طول، ولكن مع الاسف في 30% من الحالات اللي احنا بنعالجها هنا فيها كاتاتونيا، في اعراض كاتاتونيا 30% لو خدنا موضوع الكاتاتونيك او الكاتاتونيا لوحدها. الكاتاتونيك تايب ات ليست تو اوف ذا فولوينج، عشان خاطر نقول ده كاتاتونيك سكيزوفرينيك لازم يبقى فيه على الاقل موتور اموبيليتي، بياخد وضع ثابت اب تو ستوبر اور واكس واكسي فليكسبيليتي، او العكس موتور اكتيفيتي عاليه جدا بدون هدف. في عندكم مرضى بتنوا رايح في العنبر رايح جاي كان رايح مشوار مهم جدا وفجاه يقوم واقف مثلا، وهو عنده ضلالات وعنده هلاوس، انا مشخص سكيزوفرينيا، هو ممكن يبقى كاتاتونيك. موتور اكتيفيتي اكسسيف بيربزليس ويز نو افكت اوف اكسترنال ستيمولاي، تعالى يا فلان ولا هو هنا. بيكيوليار موتور موفمنتس اللي هي زي البوستشرنج، كان رسمها الدكتور عمر الجارم الله يرحمه حاله كده مصوره بوستشرنج عامله كده، بتشوفوا حالات كتير في العنبر فيها بوستشرنج ممكن ما تستمرش ساعات يعني فور تايم، ممكن المريض يبقى عنده واخد وضع التموضع بنقول عليه تموضع جسماني لما نيجي نترجمها يعني. لازم يبقى وضع غير مريح؟ مش لازم، ممكن يبقى عامل كده واقف كده وبعدين يبتدي يتحرك او ياخد وضع تاني، ده اسمه بوستشرنج. ستيريوتايب دي موفمنتس، في ستيريوتايب قال الدكتور ازاي حضرتك؟ الستيريوتايب دي موفمنتس يعني نمطية متكررة، تلاقي المريض مثلا نمطية متكررة نفس الشكل نفس النمط، أو مانيريزمز، مانيريزمز يبقى برضو حركية، كل ده لسه في الحركة peculiar motor movements، حركية زي مثلا ايه دكتور ازيك يا دكتور ازيك يا دكتور يا دكتور، ممكن من الكلام او من الايه من الحركه. هات ربع جنيه هات ربع جنيه هات ربع جنيه هات ربع جنيه، دي قريبه من البرسيفرنس لو تعرفها البرسيفرنس. برسيفرنس يعني ايه؟ التكرار في الحفيد والجد والمريض اللي ايه الكاتاتونيك. بابا عايز اروح معاك بابا عايز اروح معاك بابا عايز اروح معاك، ده بيقول الطفل صح كده، والجد برضه انا صليت العصر يا اولاد انا صليت العصر يا اولاد انا صليت العصر يا اولاد. والسكيزوفرينيك
اكستريم نيجاتيفيزم، ده بتاع الكاتاتونيك نيجاتيفيزم، يعني مقاوم بشده لايه؟ تو اول انستراكشنز، ارفع ايدك لا، مش لا يعني مش حي مش هيستجيب، او العكس اجينست اتمتس حتى، يعني مجرد انستراكشنز يقاوم، او محاولات تو موف اور ميوتيزم، ميوتيزم يعني مش عايز يتكلم، ده برضو يعتبر من ضمن الايه النيجاتيفيزم. ايكولاليا اور ايكوبراكسيا دي نادره تشوفوها، لو بس لو شفتها مره خلاص. انا شفت الحاله كانت كنت بعمل حاجه تعمل زي امسك القلم ثم عامله نفسها بتمسك قلم، اكتب تعمل نفسها بتكتب، ابص بصه، وهكذا. ده ايكو براكسيا، حركات جسمانيه، او ايكو